صباح الخير. صباح النور. نعم، الآنسة منال موجودة من فضلك؟ مين حضرتك وعاوزها في ايه؟ ممكن تناديها لي لو سمحتي؟ حضرتك مين؟ قولي لها واحد جاي من السعودية. من السعودية؟ أيوة. طب استنى ست منال، في واحد عاوزك. نعم خير. حضرتك الآنسة منال؟ أيوة. مين حضرتك؟ أنا جاي من السعودية. أيوة، من طرف مين يعني؟ اتفضلي. استنى، يا ابني شفت 20,000 جنيه؟ ده ابتزاز. 10 عشان يكتب الكتاب و10 ثانية عشان يطلق. ومعرفتش تلحق الواد اللي ادالك الجواب ده خالص؟ ابدا، ده رمهولي وطلع يجري. والاستاذ يوسف عرف؟ لا طبعا، انا اول ما حصل الموضوع ده جيت لك انت على طول. لازم الاستاذ يوسف يعرف. وانا بقى ليا سكة تانية خالص بعيد عنكم همشيها لوحدي. سكة ايه؟ سكة الوصول ليه؟ ما هو كده بيقول لنا انه موجود في مصر، وتصرفه ده كمان معناه انه عارف وواثق كويس قوي ان العقد بتاعك مش معاكي. يعني هو اللي سرق العقد مش كده؟ يعملها، ده ابن حاوي. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اسمعي، احنا الاول كنا بنجري ومستعجلين عشان كنا عايزين الجواز يتم بسرعة قبل ميعاد الولادة بوقت كافي. لكن دلوقتي احنا كل اللي محتاجينه ان يكون معاكي ورقة طلاقك عشان تثبت شرعية وضعك الحالي. فهماني طبعا؟ فهماك. انت دلوقتي تروحي للأستاذ يوسف وتوريله الجواب. طب وانت؟ ما انا قلتلك ليا سكة تانية خالص.